الفن هو رسالة نبيلة ورسالة جمال ومحبة، والذين يحرمون الفن لا يعلمون أن الفن قد يكون مدخلا من أجل وصول الإيمان إلى القلب. أنا معايا فنان مهندس ديكور، خريج فنون جميلة، ثم خريج معهد فنون مسرحية، ومخرج وفنان جميل كلنا عارفينه، وكان نجم من نجوم الشباب، ثم تحول الى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتفرغ الى هذا الحب، وجاي النهاردة عشان يسعدنا ويشركنا في هذا الحب. معايا الاستاذ والصديق الجميل الاستاذ مجدي امام. اهلا وسهلا يا استاذ. الله يخليك يا مدحت، ازيك؟ انا سعيد بوجودك جدا. انا كمان والله سعيد جدا بالبرنامج الجميل اللي فعلا اسمه انت حر. انت حر. الحمد لله. الحمد لله. وجودك ربنا متعنا بالحرية. الله يعني. يا رب يا رب. الرسول هو رسول الحرية. نعم. قبل أي شيء هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أطلق من العبودية كل العبيد وحررهم من وحرر حتى من عبادة الأوثان إلى الحرية في حب الله. يعني هو في الأول وفي الآخر الإسلام هو دين الحرية. نعم. ورسوله هو رسول الحرية عليه الصلاة والسلام. احكي لنا إيه حكاية بقى قعدتك بقى هناك بجوار رسول الله، وده بدأ امتى وحبيته ازاي، وحولت فنك يا استاذ مجدي لرسالة لهذا الحب؟ هو اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لمغلق الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. بمناسبة ان احنا بقى هنتكلم عن حضرته عليه الصلاة والسلام من برنامجك هنا ومن السي بي سي وفي القاهرة، نبعت السلام الأول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ السلام ونقول له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا قرة عيني وروح فؤاد قلبي وتاج رأسي في الدنيا وفي الآخرة، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم إني أشهدك يا رب وأشهد حملة العرش وكل الملائكة الكرام إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل اللي موجودين معانا هنا بيحبوا حضرة النبي، وكل اللي بيشاهدوا هذا البرنامج بيحب حضرة النبي. بنقول لك السلام. نحبك أحبك أحبك وأحب ما تحب وأحب من تحب يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ال الجوار ده اختيار من الله سبحانه وتعالى عز وجل. طبعا. هو انتقالي يعني مكتب الاستشارات الهندسية اللي كان هنا اتنقل بقدر الله إلى المدينة المنورة وجدة ومكة وبقى عملي هناك. في الحقيقة الجوار فرض علي حاجة، ان الجوار ده ليه حقوق جامدة جدا. طبعا. الجوار ليه حق، يعني طبعا. سيدنا النبي قال الجار واي جار واي جار يعني كاد ان يورث يعني. فده الجار العادي، فما بالك بحضرة النبي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام. يعني جنبك سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، خدت بالك سيدنا فاطمة وسيدنا العباس وزوجات النبي وبنات النبي وآل بدر، كل البقيع المتلألئه، كل دي جنبك. ففرض عليك حاجه. الله، طب ما انا شاطر، انا قعدت اذاكر في فنون جميله، فنون وفي المعهد والسينما وليه والديكور والسينما والمسرح وكل الكلام ده. تمام. طب ايه المانع ان يكون في خدمه حضره النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعوه الهادئه الجميله اللي هي تحت مظله أحبك يا رسول الله؟ يا يحشر المرء على مع من أحب. مع من أحب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاله حد بيقول إني والله يعني لا صلاة ولا صوم ولا يعني كل ده تقربت به إلى الله. تمام. ولكن يعني أنا أحبك يا رسول الله. صلاة والسلام. فقال يحشر المرء مع من أحب، يعني المحبة تسبق الاتباع وتسبق كل شيء. اسمعوا يا جماعة والنبي، اسمعوا الكلام اللي بيقوله مجدي. انا بقول مجدي لان احنا اصدقاء يعني. طبعا استاذ مجدي طبعا. لا لا لا، انا بس عشان الناس تبقى فاهمه، المحبه تسبق كل شيء في في زمن دلوقتي اصبح التطرف واصبحت الكراهيه واصبح التحزب على راي، وكانما نعبد الاصنام من دون الله. فانت عندما تصر على راي وعندما تصر على شخص وعندما انت بتشرك بالله سبحانه وتعالى. أرجوكم لا تشركوا بالله، خليكم الوحيد الذي تصر عليه
ولا نختلف عليه هو الله ورسوله فقط، اي شيء تاني نستطيع ان نختلف عليه. هو المثال بسيط جدا، يعني الانسان لما يعني بيعجب باي عمل سواء كان عمل فني او عمل اجتماعي او اي عمل من الاعمال، تبص تلاقيه لما يحب صاحب هذا العمل يبتدي يقلده ويتشبه بيه. تمام. يعني زمان كنا مثلا نحب فنان من الفنانين تلاقيك بتقلد لبسه، فما بالك بقى بسيد الكونين وامام الثقلين المدثر المزمن صلى الله عليه وسلم، فانت قلده. فلما بيقلده الاول بيكون في محبه، بعد المحبه بيجي التقليد، بعد التقليد بيجي الاتباع. تمام. بتتابعه يقول لك يمين تيجي يمين، يقول لك يسار تيجي يسار. تمام. فالمهم انا قلت ايه يا عم مدحت، اخلص الموضوع ده بان انا الكاميرا بحبها يعني وليها باع حياتك حياتك. طبعا. فطيب ايه المانع ان احنا مع جنب شغل الهندسه والتفرغ للاعمال الهندسيه والكلام ده نعمل مجهود في المدينه المنوره؟ فعملت حلقات اسمها نسمات من طيبة لأحد القنوات. تمام. على أساس نبين فيها السيرة المصورة بالمدينة المنورة، الأثار النبوية اللي موجودة في المدينة كأماكن. وكذلك عملت حلقات تانية على نفحات من مكة، عن مكة المكرمة طبعا، على البيت يعني بيت الله الأعظم سبحان الله وتعالى عز وجل. وبعدين عملت طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة. بنتكلم في 150-160 حلقة. بنتكلم على الطريق الجغرافيا اللي مشي فيه حضرة النبي. كل الكلام ده كله قلت طيب ايه المانع ما نعمل بقى فيلم عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلم وثائقي تسجيلي دوكيومنتري كده عن الآثار اللي كانت موجودة في المدينة المنورة ونقلت إلى توبكابي سراي في تركيا. على طريق على طريق بطريق القطار أيام الحجاز، أيام عشان ما غلطش عهد السلطان عبد الحميد الثاني والسلطان محمود الثاني. تمام. دول لما جمعوا عملوا خط قطار بيوصل الاسطنبول وتركيا زي ما تعرف حضرتك طبعا، اسمه قطار الحجاز. بيربط الخلافة الإسلامية كلها ببعضها. تمام. بهذا القطار. تمام. لأن كانت وسيلة فرحة للناس كلها عشان تعرف تحج. ما كنتش عارف تحج، الناس بتحج على ظهور الجمال وعلى الدواب وهكذا، فجاب لهم القطار ده. تمام. فهذا القطار كمان عملوا له حفلة كبيرة جدا لما نقل الآثار النبوية الكريمة في المتحف توبكابي، وبعضها جاء عندنا هنا عندنا هنا في مسجد مولانا الحسين تبع لهيئة الآثار ووزارة الأوقاف. المتحف الإسلامي فيه أكيد جزء منه. لا، كله موجود في مسجد مولانا الحسين، لأنه عاملين غرفة مسمينها غرفة الأمانات المقدسة أو الأمانات الشريفة. أوكي. المقتنيات الخاصة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعملت الفيلم ده الحقيقة، وقد إيه أنا بوجه شكري فعلا لكل اللي اشتركوا معايا. مين يا استاذ مجدي اللي اشترك معاك في الفيلم ده؟ طبعا كله متطوع عندما فيهاش بغض النظر عن الجانب المادي. يعني هو الانتاج، انا اول مره اعمل، يعني زمان كنا ايه، انا بشتغل ممثل السكريبت يجي نقراه نخش ناخد الدور الحلقات نأدي نخلص وهكذا. لكن منتج ومخرج ومسؤول عن ايه 23 دقيقه عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، خد يا عم مدحت مننا اكتر من سنتين او ثلاثة يا خبر ابيض للتحقق من المعلومات. التحقق ده شيء مهم جدا، هل ده بجد يخص الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا يخصه؟ تمام. وبعدين التوثيق، ما في مقتنيات كثيرة جدا يقولوا الدول كذا ده، انا عندي شعارات من الرسول عليه الصلاة والسلام. انا عندي كذا ده انا بسمعها كتير دي. اصريت على ان يكون المقتنيات مملوكة لدولة. تمام. لدولة فيها هيئة آثار فيها. فتم البحث فتم البحث من خلال المؤرخين من خلال هيئة الآثار من خلال الجانب التاريخي كان اتوثق من المصادر الموثقة تاريخيا. تمام. سواء بالتواتر أو من خلال الكتب. كويس. والعلوم. تمام. ومن خلال ان اللي يلقي الكلام الجانب الديني عن شعرات النبي، عن المكحله بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، عن القضيب او العصا بتاعه الرسول، كل مكان يستخدمه البرده، كل مكان يستخدمه الرسول الله صلى الله عليه وسلم. جبنا
خير اللسان ناطق بهذا الموضوع كان الدكتور علي جمعة العلامة طبعاً طبعاً وراجع المواد، ومعاه الدكتور أسامة الأزهري و معاه مجموعة من فريق العمل للتحقق من الموضوع ده كمان يعني هو الشيخ علي جمعة واللي معاه بيتحققوا من لا بيتحققوا من الجانب الديني الوثائقي الخاص بالجانب ده واللغة كمان ومعرفة يعني تفاصيل الموضوع حتى لا ينطق بشيء لا يعلمه. فهو راجل علامة فلازم لما يقول يبقى واثق من الكلام اللي هو بيقوله. طب عشان انت شوقتنا ممكن نشوف جزء من الفيلم. بس قبل ما نشوف الجزء ده انهي قصة صغيرة جدا. اتفضل يا استاذ. ان لما جاء الدكتور علي جمعة يتحقق من الكلام ده، في كمان الدكتور جمال عبد الرحيم بتاع الاثار. تمام. يعني لازم يكون في جانب اثري. عالم اسلامي. ايوه. وعالم اثار. بس كده. تمام. نخش بقى نشوف الجزء من الفيلم عشان انت شوقتنا ونرجع تاني. نرجع تاني. اتفضل. جاء الأمر الإلهي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، منزل الصدق وموطن الإيمان، فخرج إليها صلى الله عليه وسلم فطابت به وسماها طيبة. وفي يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول من العام الأول للهجرة وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، واتخذها عاصمة للمسلمين ومقرا لقيادة جيوش الفتح وحملات الدعوة والهدى. كما أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه الكريم، فقال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقد استمدت الصورة اسمها من تلك الحجرات تشريفا لها. الباب العالي، دائرة الصدارة العظمى، أمدي ديوان الهمايوني، مرسوم سلطاني. لقد تقرر وبتوصية من مجلس الوكلاء تشكيل لجنة للنظر في الأمانات المباركة الواردة من المدينة المنورة وإجراء التدقيق اللازم فيها بموجب الدفتر الأساسي المرفق بها وتسليمها 25 من رجب سنة 1335 من الهجرة. قطار الأمانات المقدسة الذي نقل كنوز الحجرة النبوية الشريفة من المدينة المنورة لتركيا أثناء الحرب العالمية الأولى، وهذه الصورة التقطها فخر الدين باشا شخصيا للقطار وهو يغادر المدينة المنورة. أنا عايزك يا مجدي تكمل لنا عشان ما عندناش، عشان لو مش لأن عايزين نعمل الفيلم نفسه مفاجأة ونزوعه على بعض على بعضه. طيب فقول لي ايه اللي بعد ده. هو بعد كده بنشوف ان هو عشان بيبتدي يسترجع المسألة كفلاش باك كده حصل. تمام. في المدينة المنورة في عهد الدولة العثمانية. كويس. وازاي شفنا القطار بيتحرك بالفعل في مشهد في المدينة المنورة وفي محطة القطار، والناس بتحط الأمانات المقدسة بقى بشكل في نظام وفيه ونظام، ولابسين لبس جميل ومهيئين شايلين سيوف النبي صلى الله عليه وسلم، الجبة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لسه كنت اسألك ايه الامانات المقدسة وايه الحاجات الشريفة يعني. هو اولا معلش انا اسف، انا بحبش المقدسة دي، انا بحب الشريفة. الشريفة ماشي. هم يعني تعظيما على انا بقول لك يعني انطباعك. انطباعي هي الامانات الشريفة. امانات. هي ما زالت امانات طبعا. قول لي ايه بقى الامانات الشريفة. الامانات الشريفة اللي موجودة كانت اولا هنشوفها في الفيلم. تمام. اثر القدم الشريف. تمام. على الحجر. اوكي. لان كما الان ربنا سبحانه وتعالى عز وجل لسيدنا داود الحديد، لان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعجب الحجر. كان النبي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشي على الصخر يطبع الصخر قدمه. اذا مشي على الرمل لا اثر لقدميه. معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي
هو النبي. تمام. جينا بعد كده شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم ووزعت الشعرات للتبرك به صلى الله عليه وسلم. فخدوا شعرتين دول من اللي وصلوا ليد الدولة العثمانية بالتواتر. اوكي. لغايه لما اتوثقت المساله. توثقت ان دول دي دوله وفي مصر دوله وعلماء. يعني حتى الدكتوره رحمه الله عليها سعاد ماهر مثلا دكتوره من دكاتره وعلماء التاريخ والاثار في مصر لما جينا السيف بتاع الرسول قعدت دخلت اشياء معماريه. السيف ده موجود في طب لا لا السيف ده موجود منه 11 سيف كان لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ذو الفقار والعضب. ذو الفقار اللي موجود في 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 تركيا ده اللي انا شفته. اللي هتشوفه حضرتك اللي هتشوفه في بيت ده انا شفته في طب كبير. ايوه. وفي العضب اللي هو موجود في مسجد الحسين في مصر. تمام. ده برضو تحققوا من وجوده من ان هو سيف النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. بعد كده عندنا القوس اللي هو الرمي بالقوس. ايوه. بيسموه الشوحط. هم ثلاث انواع من الاقواس. في عندنا البرده بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يرتديها. وفي عندنا في مصر جزء من القميص بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي القميص اللي هو الطويل ويلبس عليه البرده. ويلبس عليه البرده. عندك كمان الختم. كان بيختم النبي صلى الله عليه وسلم ليه لما جاي يبعث للرسائل يدعو فيها للاسلام لهرقل والمقوقس في مصر. فلما بعت له الرسائل قالوا مش هينفع لان الملوك هذه الدول لا يتعملون الا بالخاتم. لازم ما تعمل عشان نعرف ان ده جاي من هنا. حضره النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب. فاوصوا بان يعملوا له ختم. فقالوا اعمل ختم. فعملوا ختم مكتوب عليه محمد رسول الله. ادب النبوه ايه بقى؟ لما هتشوف في الفيلم لما هتشوف انت في الفيلم نفسه هتلاقي ان الختم مش مكتوب محمد فوق رسول بعديه الله تحت كما هي الترتيب المنطقي للجملة. لكن أدبا مع الله سبحانه وتعالى فالختم اتعمل محمد رسول الله من تحت لفوق. أيوة. بحيث ان الله تبقى فوق. شوف الأدب. ده الختم. نكرة خلق العظيم. مالية مولانا. مش اي حد. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. عالم الدنيا وعالم الاخرة. رحمة لنا في الدنيا ورحمة لنا وشفيع لنا في الاخرة. الله ينور عليك. في الاخرة رحمة لينا بالشفاعة. وفي الدنيا رحمة لينا برضه. طبعا. بس بالسنة. بسنته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الصحيحة الجميلة اللي فيها حب ومحبة. تمام. زي ما قال ابن سيرين ان يكون عندي منه اللي هو صلى الله عليه وسلم شعره احب الي ما على الارض على ظهر الارض. يعني احب اليه من ظهر الارض جميعا. وعلى فكره الفيلم في شكله دوكيومنتري او وثائقي او تسجيلي او تاريخي. لكن انا بهدف وراء حاجه تانية. ايه بقى تهدف وراء الايه يا مجد؟ الحب. كل ما تحب كل ما هتعرف تقلد وتتبع. تقليد واتباع. هو الحب الحقيقه يعني اجمل رساله ممكن تتقال في هذا التوقيت من الاستقطاب البغيض اللي احنا عايشين فيه. فالحب هو الرساله التي جاء بها الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني حب لاخيك كما تحب لنفسك. الحب 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 كل شيء في الاول وفي الاخر دعا اليه الرسول عليه الصلاه والسلام كان بالحب ومن اجل الحب. وبعدين في حاجه كانت حصلت بين سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. انت عارف قد ايه سيدنا عمر كان شديد وقوي واي حاجه طلع السيف على ما فيش ما كانش بيهزر في الحاجات دي. هنا يعني معيار كمال الحب في الفيلم ده الموقف اللي حصل ما بين سيدنا عمر وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له ان اكون احب اليك يا عمر من مالك وولدك ونفسك التي بين جنبيك. فقال له يعني مالي ماشي. نعم. وولدي اولادي يعني الولد هنا مقصود بالعزوة والمال وكل شيء. نعم. لكن نفسي التي بين جنبي صعب قوي. ان انا يعني احب من نفسي. شوف وشوف الصراحه.
فقال له لم يكتمل إيمانك يا عمر. الله. فيدوبك مشي خطوتين كده، الحمد لله ان هو مشي خطوتين ثلاثة. لان سيدنا عمر عنده فطنة طبعا وذكاء. طب افتكر يوم القيامة كلمة اللي انت كنت لسه بتقولها رحمة لنا في العالمين، عالم الدنيا وعالم الاخرة. طب في الاخرة مين اللي هينفعه؟ لا ماله ولا أولاده ولا نفسه. ولا نفسه. مين اللي هينفع؟ الشفيع صلى الله عليه وسلم. فقاله والله يا سيدي يا رسول الله انك احب الي من نفسي التي بين جنبي. يا سلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اكتمل ايمان. الان قالوا كده، هو اختصر اتم جمع الكلم ما بيطولش بالكلام. طبعا لا لا. قالوا الان يا عمر، الان يا عمر، الان يا عمر، خلاص خلاص اكتمل ايمانه. كنا بنتكلم عليه قبل كده، بس اكتمل ايمانه. فحبنا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سلام. مش ان يا سلام والواحد يمصمص كده ويقول الله والحاجات اللي بنشوفها دي. الحب بان تفعل مثل ما كان يفعل. مش قادر عليه اللي مش قادر تعمله من خلال السنة بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام، قول ان شاء الله ربنا ييسرها. ان شاء الله على المهل بالهدوء. وان شاء الله ربنا هيصر. يعني يعني تعال نشوف جزء من الفيلم البديع بتاعك. طيب عايز ادردش معاك. احنا معلش بنعمل فيلم كمان حلو قوي. لا نتفرج ونرجع تاني. أجمعت الروايات التاريخية على أن المقتنيات النبوية المباركة المحفوظة في حجرة المسجد الحسيني بالقاهرة كانت في البداية عند بني إبراهيم في ينبع، وأنهم توارثوها عن الآباء والأجداد الأولين وصولا إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعصره. وفي القرن السابع الهجري اشترى هذه المقتنيات من بني إبراهيم وزير مصري اسمه الصاحب تاج الدين من بني حنة، ونقلها إلى مصر وبنى لها رباطا لحفظها يعرف الآن بأثر النبي. وفي أواخر العصر المملوكي قام السلطان قنصوة الغوري ببناء قبة كبيرة في مواجهة مدرسته بمنطقة سوق الشرابشيين الغورية الآن، وذلك لحفظ المقتنيات النبوية بها. ويذكر أحمد باشا تيمور في كتابه الآثار النبوية أن هذه المقتنيات النبوية نقلت إلى قبة الغوري في القرن العاشر الهجري، ثم نقلت إلى المسجد الزينبي، ثم نقلت إلى خزينة الأمتعة بالقلعة، ثم نقلت إلى ديوان عموم الأوقاف، ثم نقلت إلى قصر عابدين، وأمر الخديوي توفيق باشا أن تنقل بعد ذلك إلى مسجد الحسين رضي الله عنه. وعندئذ تم إعداد خزانة فخيمة لحفظها في الحائط الشرقي من الجهة القبلية بالمسجد الحسيني، حتى أمر الخديوي بإنشاء الحجرة الحالية، وهي عبارة عن حجرة واسعة كسيت جدرانها بالرخام الفخم المجزع والسقف الخشبي الملون. كل حاجة النهاردة جميلة. والله في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء جميل وميسر ان شاء الله. جدا. قول لي انت مجدي، واضح ان في معلومات كثيرة تاريخية، انت جبت حد مراجع اثار ومراجع تاريخي ومراجع للحاجات دي. طبعا. امال ايه؟ طبعا. كلام ده اصله عايز اقول حاجة. مبدئيا لما نيجي نقول ان دولة بتقتني دي دولة. تمام. فدولة فيها اثار، فيها اوقاف، فيها مفتي، فيها مؤرخين، فيها امن، فيها امن عام. دي مقتنيات دولة. يعني زي ما انت موقف حوالين ابو الهول القصة حراسة، فانت موقف عند دي حراسة وامن. تمام. طبعا. قول لي مين اللي عمل لك المزيكا ومين يعني الفنانين؟ قول لي كده. ناس ايه الجمال ده؟ قول لي يا مجدي علشان الناس بس تبقى فاهمه. والله العظيم كتير انا اتعرفت بس نقطة مهمة بس عايز الفت نظر الناس اليها. يا جماعة اوعوا تكونوا فاكرين ان الفنانين دول ناس ما بيعملوش حاجة غير ان هم ينابوا طول النهار وبالليل يعملوا مش عارف ايه وبتاع. الفنانين يعني هم زي كل الناس، فيهم الكويس وفيهم اللي مش كويس، يعني ربنا يهدي الجميع. يعني اتفضل يا استاذ مجدي. والله يا مدحت انا ما عارف اقول لك ايه. يعني مثلا عندي صديقي العزيز محمد ابو السعد
يعني صاحب مكان اللي عملنا فيه المونتاج البوست بتاع الانتاج نفسه اللي اتحرك منه كل المونتاج والمكساج والتسجيلات وكده. هذا الرجل كان يتعامل مع هذا الفيلم سميه الحاج محمد ابو السعد وهو اشهر مونتير في مصر يعني. تعامل مع الفيلم ده على انه يونيفرسال. هو فعلا بقى يونيفرسال لانه دبلجنا بالانجليزي تمام دوبلاج بالسوتيتر دوبلاج بالسوتيتر مش مترجم دوبلاج حد بينطق اللي بيقوله الشيخ علي جمعه بالانجليزي بالانجليزي الاخ معز مسعود بالفرنساوي واحد اسمه جون بيير ممثل فرنساوي اعرفه صديق ليا من فرنسا جه بعت له الترجمه وقالها وسجلناها كويس وبالملايو وبالاردو بسم الله ما شاء الله وبالتركي يعني ست لغات ومحمد ابو السعد تعامل مع هذا الفيلم على انه فيلم عالمي يونيفرسال قال لي 23 دقيقه لازم يطلعوا طب لما بنيجي نعمل كليب ولا نعمل مع احترامي كل الفنانين طبعا بنهتم فبنهتم ده لفلان وده لفلانه وده العلان وده العلانه وتبص تلاقي الكالر كوريكشن قاعد له كده ولا اللون ده فاتح وده طب ليه ما نهتمش بده طبعا نهتم هو اولى بالاهتمام كده ادي واحد معتز الكاتب المونتير الجميل المونتير الرائع قد ايه ابص ليه قاعد في السيشن في المكان المونتاج قبليه بنص ساعه قابلتك انا هناك على فكره أيوة. احنا بنعمل مونتاج فيلم وقابلنا معتز قاعد بيشتغل ويقول لي احجز لي كذا من كذا لكذا ومهتم وهو عنده اعمال دراميه وسينمائيه كثيره يعني كثيره جدا ممكن ياخدني على طرف المواعيد لا خالص واحترم ده مزيكا من اللي عامل الاستاذ المايسترو صديق الحاج لا الحاج عمر بقى الحاج عمر خير عمر خير الجميل الجميل اللي بقول له يعني حضرتك يعني ممكن نعرف الموسيقى التصويريه والتتر والحاجات دي هنعمل ايه فيها يعني عايز اتكلم في يعني بحوم حوالين الجانب المادي وكده يعني فلي والله انا مش عايز اقبض منك انت فلوس انا عايز اخد اجري من الله سبحانه وتعالى وابو السعد قال لك انا اقبض في المدينه عند حضره النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد عايز يعمل حاجه يقدمها لربنا سبحانه وتعالى في صوره محبته للرسول عليه الصلاه والسلام ولا شوف الدكتور علي جمعه مثلا لما يمسك هذا النص ويقعد يرجع بمرجعيه لكل الالفاظ والكلمات والتاريخ بتاع الحاجات دي صح ولا لا ويجي في الاستوديو الصوت ويقعد انا مره رحت لقيته نص ساعه قبليه قاعد منتظر حضرتك انا جريت جري وليه فضلت المفتي جو جريت يعني مثلا 10 هو الساعه 9 ونص فانا جاي على 10 وهو ميعاده 10 ونص في ساعه فانا جاي طبعا. الساعه بدري هو بدري عن ميعادك انت يعني احنا اتعلمنا كده في شغلانه طبعا قبلينا بنص ساعه الاوردر الواحد يبقى يستنى خصوصا ان انا مسؤول العمل هو جاي قبليه بيراجع وبيذاكر وفي الكنترول روم عيد حاضر نرجع حاضر اسرع شويه حاضر ايه الاخلاق العاليه دي في ار دايركتور كمان احترمه جدا هو شبيه في الاسم مع معتز الكاتب اسمه معتز كمال الكاتب تمام برضو ار دايركتور وبتاع الجرافيكس الاضاءه ايمن ابو شوف الله يكرمك ايمن ابو المكارم طبعا لا ايمن ده حكايته حكايه بين التصوير والاضاءه ايمن ابو المكارم طبعا ده حكايه طب عايزين نتفرج على جزء من فيلم مسجد سيد المرسلين نتفرج على الفيلم الاخر ونرجع تاني للمجد يعني جزء صغير جزء لسه مش تمام مش مكتمل اتفضلوا يا جماعه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آداب دخول الحرم أول هذه الآداب أن تدخل الحرم وأنت في أبهى صورة وأحسن حال في المظهر والمخبر متطهرا ظاهرا وباطنا جسدا وثوبا وقلبا وروحا ورحم الله من قال طهر فؤادك من شوائب غيه حتى تقابله فؤادا طاهرا ألا يستحق مولاك صاحب الفضل وصاحب الإنعام
ألا يستحق أن تحييه بصلاة ركعتين شكرا وعرفانا بالجميل لكي تحظى برضاه ورضا الحبيب الموصول صلى الله عليه وسلم؟ الدخول من باب السلام. إذا دخلت من باب السلام فاعلم أنك تسير على أرض قد شرفت بأقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا شخصت ببصرك لأعلى رأيت آيات القرآن الكريم منيرة في القباب العلوية كأنها تحرس أنفاس الذاكرين وتبارك زوار سيد المرسلين، شاهدة لكل من سار تحتها، شفيعة له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا مجدي على طبعا بترجعني لاجمل ايام الواحد بيقضيها في السنه كلها في حضره الرسول عليه الصلاه والسلام مع الصوت الرائع الاستاذ محمود ياسين ومحمد وفيق محمد وفيق وكمان النسخ دي ثلاث نسخ باصوات ثلاثه من الجانب الفني محمود استاذ محمود ياسين طبعا طبعا بكرمه الزائد وصوته المتميز طبعا ولغته الجميله وفيق بصوته الدافئ محمد وفيق طبعا واستاذ اشرف عبد الغفور طبعا محمد وفيق ده اصله صديق عزيز علي وغالي الناس كلها بتحبك يا الله يكرمك صديق الجميع الحقيقه الله يكرمك يا رب في ان شاء الله في نسخه هتطلع كمان بصوت الامام الاكبر احمد الطيب الله ان شاء الله باذن الله الله بنعرض عليه الامر ان شاء الله يوافق وهو شخصيه جميله والناس كلها بتحبه الحقيقه وبرده من احد مذيعي صوت العائل في المدينه المنوره اذاعه المدينه المنوره الدكتور محمد احمد صبيحي يمكن ساعه ما بتركب الطياره كده بتسمع الدعاء طبعا هو ده بصوته اللي هو السفر اللي أيوة عليه الصلاه والسلام في الطياره وانت بتسافر هو ده الدكتور محمد احنا وقتنا خلص انت هتدينا الافلام دي لسي بي سي نزاعها هو السلام عليك يا رسول الله تحت امرك طبعا تمام موجود انما سيد المرسلين لسه لم ينتهي لم ينتهي بعد لانه لسه حتى عاملين عليه ووتر مارك في علامه كده تمام مش هنقدر دي دلوقتي لكن يعني هدي لك بعد كده النسخ الثلاثه بالاصوات الثلاثه المتميزه تزحهم بقى في كل مناسبه جميله ان شاء الله هو على فكره كل يوم عندنا مولد طبعا طبعا لا كل يوم احتفال بحضر النبي ما دام بنحقق مش هنبطل حب لسنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي مش بس لا يوم لا المولد اللي بنحتفل بسيده النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم. صلاه نعم كل صلاه طبعا التحيات لله والصلوات الطيبات لله السلام عليك بس يا رسول ايها النبي ايها النبي في التحيات مش بنقول كل يوم كل صلاه بالظبط كده حبيبي يا استاذ مجدي انت الله يخليك شرفتني كل سنه وانت طيب ويعني ما اجمل ان يكون يوم المولد النبوي الشريف احنا في صحبتك وانت في صحبتنا مع هذه الافلام الرائعه الله يكرمك بالتوفيق وبقول لكل المشاهدين بتوع قناه سي بي سي وبرنامج انت حر انت حر بس يعني خليك تحت مظلة انت حر دي بالاخلاقيات والمحبة وبحب الحبيب صلى الله عليه وسلم وحب مصر هنا تبقى انت حر فعلا مرسي يا استاذ ربنا يخليك فاصل ونلتقي بيكم فقرة تالية استنانا ما تستناناش انت حر